من هذه البدع تتبع الأصوات، تتبع الأصوات في رمضان، أن الذي يتردد بالصوت لا يتردد بالقرآن. وذلك من البدع التي أحدثت الإتيان بالغلمان لقراءة القرآن في رمضان. الناس يبحثون عن الصوت الرقيق، يقولون بأن هذا يشعرنا بالخشوع. اجتماع الناس في يوم 27 من رمضان لا دليل عليه ولا يوجد برهان شرعي عليه، ثم لم يقتنعوا بذلك بل ابتدعوا زيارة القبور. قالوا بأن يوم 27 مشروع لزيارة القبور، يجتمع النساء جماعات وجماعات، يتبع بعضهن بعضا، يقولنا نريد أن نزور الأموات. ما سبب تخصيص هذا اليوم بزيارة القبور؟ كذلك من المكروهات صوم 6 أيام من شوال. أيضا ما يفعل في رمضان من كثرة الدعاء، إنسان يقوم في التراويح ويدعو، بداية يكون هذه السنة، هكذا كان النبي يصلي، يقف الإنسان يدعو والناس آمين آمين آمين. من أين شئتم بهذا؟ من أين شئتم بهذا؟ هذا عبث. أيضا ما يفعل في رمضان من كثرة الدعاء، إنسان يقوم في التراويح ويدعو، بداية يكون هذه السنة، هكذا كان النبي يصلي، كلا روينا عن فلان عن فلان، قال فلان در فلان. عندما نبحث في صدور المسائل نجد الفراغ، يقف الإنسان يدعو والناس آمين آمين آمين. من أين شئتم بهذا؟ من أين شئتم بهذا؟ قالوا هكذا قال فلان وفلان، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون بدليل ثابت، لا أن يلعب في قيام الليل، هذا عبث. قد يخرج من يصيح ويتكلم به، ولكن عندما نبحث عن صدور الأدلة ونبحث عن مآخذ الأحكام لا نجد شيئا. إذن فلا بد من الرجوع إلى الأصول الشرعية كما وردت من غير زيادة ولا نقصان. فقيام الليل، فقيام ليالي رمضان يجب أن يكون وفق السنة، لا زيادة ولا نقصان على ذلك. وهذا لعب بالدين، الناس يلعبون ويظنون أن المسائل قد جرت على وفق الشرع وليست كذلك. وعلى كل، صيام رمضان يجب أن يكون بالكف عن المحرمات بتمامها وأخطرها التي يفعلها اللسان، ثم يعرج المرء على عبادته بالليل فيأتي بما يستطيع بما يقدر عليه، ثم يذكر الله ثم ينام ثم يصلي الفجر في المسجد، الصبح في المسجد، فهذا منتهى القيام. أما هذه الأمور الأخرى التي قصد بها ما قصد فلا بد أن يفهم بأنها لا تحقق السر الرباني الذي يطلب في هذا الشهر المبارك. معلوم أن العلم الشرعي هو الذي يضبط السبيل إلى كسب الثمرات وإدراك البركات، فإن لم يؤتى بذلك فلا مطمع في أي شيء يحصل للإنسان. ولهذا فالذي يأتي المسجد يجب أن يأتي المسجد على قصد أن يفعل ما أمر به شرعا، لا أن يتبع أهواء الناس وما به يتمسكون من هذه السبل التي تحتاج إلى التأصيل الشرعي قبل إتيانها، وهذا واجب. خلاصة الكلام أن كتاب الله يجب أن يقرأ من أجل فهم معناه وليس من أجل المقامات الموسيقية، لأن هذا يخرج هذا إلى التلدد بالصوت والتلدد بالأغاني وليس بمضمون الكتاب. هذا أمره. كان مالك رحمه الله يمنع ذلك، وكان القضاة من المالكية كحارث بن مسكين يمنع في المساجد هذا الأمر لأنه يغري الناس بالصوت ويتركون المقصود.
وعلى كل فإن عبادة الله في رمضان يجب أن تكون على وفق الضوابط الشرعية. من هذه البدع تتبع الأصوات، تتبع الأصوات في رمضان، أن الذي يتردد بالصوت لا يتردد بالقرآن، وهذه حقيقة معروفة. فالغناء يؤثر كما هو معروف، سواء كان هذا الشخص يتكلم بالقرآن ويتكلم بغيره فالصوت هو الذي يؤثر. وذلك من البدع التي أحدثت الإتيان بالغلمان لقراءة القرآن في رمضان. الناس يبحثون عن الصوت الرقيق، يقولون بأن هذا يشعرنا بالخشوع. الخشوع هو الخوف، والذي فيه الخوف والخشوع سيخشع عندما يسمع التهديد في كتاب الله: إذا سمع الذين كفروا، إذا سمع الذين آمنوا، فسينتظر حينئذ الخبر، فإن تلقاه فحينئذ سنعلم حاله. أما إذا كان الإنسان يبحث عن غلمان ليسمع لأصواتهم ولمن يغني، فهذه ليست عبادة. ومما هو مقرر في الفقه منع الألحان في المساجد. منع الألحان ليؤتي بشخص له صوت يجذب الناس والناس يجتمعون ليسمعوا الصوت. الذي ينبغي أن يفهم هو أن القرآن مؤثر بذاته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس. القرآن بذاته هو المؤثر، أما هذا الذي أحدثه الناس فهذا يدفع بركة القرآن. ولو فرضنا مثلا أننا أتينا بمغنين له صوت رقيق وغنى، فكل من يسمعه سيتأثر، لا لأن لهذا المعنى الذي يقول هذا الكلام الذي يقول معنى، بل لأن صوته هو الذي يؤثر. ولذلك سمي هذا بمزامير الشيطان. إذن فالذي يقصد المسجد يجب أن يقصد المسجد لسماع كلام الله، وليس لبحث عن الأصوات الرقيقة. حدث الناس بدعا خطيرة في الدين، فعندما يأتي رمضان يبحثون عن غلمان، والغلام لا يعرف الاستبراء ولا يعرف الاستنجاء ولا يعرف فرائض الوضوء ولا يعرف كيف يصلح الصلاة، ثم يقدمونه. وربما يكون هذا الغلام من الغلمان الذين يمكن أن يقال فيهم ما يقال، ومع ذلك يقدمون ويصلون ويلعبون، ثم يقولون بأننا تأثرنا. الذي يتأثر هو الذي يسمع التهديد في القرآن فيرتجف، ويسمع الوعد فيفرح، ويسمع ما وعد الله به أنبياء ورسل فوفاهم به فيدرك الإعجاز، ويسمع إلى آيات الرحمن فيزداد في الإيمان. هذا هو الذي يقال بأنه تأثر بالقرآن، وليس هذا الذي يأتي بالصبيان ومن لا يفهم في الدين لا ما هو واجب ولا ما هو مندوب ثم يقدمونه. فإن التقرب إلى الله تعالى إنما يكون بما شرعه، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور التي ألصقت بعبادة الله، ومن ذلك هذا الذي أحدثه الناس في يوم 27 من رمضان، حيث أتوا فيه بهيئات وأمور وظنوا بأن ذلك من العبادة، وسموا ذلك قيام الليل وسموه بأسماء يرون بأنها تنطبق عليها شرعا، وهذا جهل للدين. فاجتماع الناس في يوم 27 من رمضان لا دليل عليه ولا يوجد برهان شرعي عليه، وما يصنع فيه من الطعام وغير ذلك إن قصد به الأكل فقط فهو عادة، وإن قصد بذلك التقرب من الله فتلك بدعة، وهذا هو الظاهر. إن اجتماع الناس القيام يكون بأن تقوم أنت وتصلي، تتوضأ وتصلي
وتعبد الله تعالى في جنح الظلام، وتتوجه لرب العالمين، وتطلب منه سبحانه وتعالى أن يرحمك وأن يغفر لك، وأن تطلب منه ما تريد. هو قيام الليل، وليس قيام الليل في أن يجتمع الناس ويأكلون ويشربون ويرغطون ثم يقولون والله هذه أمور شرعية. لا شرعية لمثل هذا. أكل وشرب وكلام وهضر وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لم يقتنعوا بذلك، بل ابتدعوا زيارة القبور، فقالوا بين يوم 27 مشروع لزيارة القبور، يجتمع النساء جماعات وجماعات، يتبع بعضهن بعضا، يقولن نريد أن نزور الأموات. ما سبب تخصيص هذا اليوم بزيارة القبور؟ ما فائدة هذا الأمر؟ لماذا يخص هذا النهار بهذا الأمر؟ ما الدليل على شرعيته؟ وأي فائدة في ذلك؟ من شرع لكم هذا؟ شرعته العادة والأعراف، هي أضر على الدين من كل شيء. لابد في هذا الدين من أن يكون مبنيا على أسسه وأصوله. وإذا كانت هذه الأمور ترتبط بالعوائد والعادات، فما فائدة إرسال الرسل إذن؟ وما وظيفة وجوب الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الناس سيشرعون ما يحبون بالعوائد والعادات، ويأتون بهذه الأمور من عند أنفسهم؟ وإذا أرادوا أن يشرعوا شيئا، قال أحدهم رأيت رؤيا، رأيت فلانا في النوم، قال لي فلان، سمعت فلان، هذا ليس دين. الدين هو ما أنزله الله ونص عليه وبينه بما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، هذه عبادة الله، فإن أردنا أن نأتي بها أتينا بها على وجهها، وإن كنا لا نستطيع أن نأتي بها فلنبقيها على حقيقتها، لا نمسخها ولا نبدلها ولا نزيد فيها ولا ننقص، ونترك حينئذ من أراد أن يتقرب بها إلى الله ليتقرب بها. هذه البدع في رمضان كثيرة، ولذلك يجب على المسلمين أن يتجنب هذا لئلا يقع في المعصية وهو يريد أن يتقرب إلى الله. اللهم صل الإسلام والمسلم. قال رحمه الله: كستة من شوال فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها. كذلك من المكروهات صوم ستة أيام من شوال، ولكن هذه الكراهة مشروطة بخمسة شروط، فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة فإن هذا الصوم مكروه كراهة لا ترتقي إلى درجة التحريم حسب ما يظهر من بحث هذه العلة. الشرط الأول أن يصومها أولا تكره لمقتدى به، نعم، أن يكون هذا الصائم ممن يقتدى به، لأن الذي يقتدى به يجب عليه أن يتقي ما قد يفهمه الناس من أفعاله مما هو على خلاف الشرع. ولذلك كثير من الأشياء التي قد يفعلها الإنسان في بيته لا يفعلها في المسجد مخافة أن يقتدي به الناس فيفسد اعتقادهم فيما أخذوه عنه من عبادته، وهذا قد نبه عليه مرارا وتكرارا. إذن الاقتداء، ثم التتابع متصلة برمضان، كذلك أيضا أن يكون هذا مقتدى به. التتابع الاتصال اعتقاده إظهارها اعتقاد الوجوب، هذه خمسة شروط إذا وجدت في هذه الأيام فإنها مكروهة. هذه الشروط: الأول الاقتداء، هذا صفة مقتدى به. ثانيا اتصال برمضان، الاتصال، التتابع، الإظهار، الاعتقاد، هذه خمسة شروط. فمن أتى بصيام فمن اجتمعت فيه هذه الشرائط فقد كره له صومه
ستة أيام من شوال، وينبغي أن نزيل هذا، فإذا زال هذا سقطت الكراهة. لا بد من هذه الشروط الخمسة. إذن ما الذي يكره أن يصوم ستة أيام من شوال؟ المقتدى به، المقتدى به مع الاتصال والتتابع وإظهار واعتقاد السنة. وليس كل واحد من هذه تستلزم الكراهة، ولا لابد أن تجتمع. ولم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، هكذا قال، لكن لا يظهر، لا يظهر، لأنها إذا كان صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان مباشرة مكروه للمقتدى به فقط، هذا إنسان يتبعه الناس في دينهم ويأخذون عنه فقههم وعبادتهم، إذن فلا يخاطب به إلا أحد الناس وأفراد الأمة بهذه الكراهة. لكن الظاهر أن قوله اعتقاد السنية قد يكون هذا وحده كافيا. اعتقاد السنية ماذا؟ الاتصال والتتابع، الاتصال والتتابع. إذن إذا أخذنا بهذه الشروط الخمسة فإنه لن يبقى مخاطبا بهذا الحكم على ظاهر ما ذكره هناك إلا من استجمع هذه الشروط. شخص يقتدى به، صامها متصلة برمضان، صامها متتابعة، وأظهرها في الناس واعتقد سنيتها، فهذا هو الذي تكره له هذه الأيام بناء على ما ذكره. وهل يمكن أن يكون وصف واحد هنا هو متعلق الكراهة؟ أه؟ ممكن؟ اكتبوا لنا شيئا يوم السبت، من يكتب شيئا في هذا الموضوع؟ هل الكراهة هنا متعلقة بمن استجمع هذه الصفة الخمس، أو من كان فيه وصف واحد من هذه الأوصاف فإنه يكون الصوم مكروها له، صوم شوال؟ أه؟ لأن البعض يقول لك الملك يكرهون صوم ستة أيام من شوال، الملك يكره ستة أيام من شوال، يكرهونها بهذه الهيئة، أن تتصل برمضان، أن تكون متتابعة، أن تظهرها على الملأ، أن تكون ممن يقتدى بك، وأن تعتقد سنية هذه الأشياء، سنية الاتصال، سنية التتابع، سنية هذا الذي تصف به هذه. إذن فإن هذا الذي يقال على مذهب مالك أنه يكره ستة أيام من شوال، أليس في هذا الآن الجمع بين الأمر الشرعي الذي هو متعلق بالاعتقاد والأمر الشرعي الذي هو متعلق بالعبادة؟ أليس هذا واجبا على كل فقيه أن يراعيه؟ أليس درء المفاسد مقدما على جلب المصالح؟ توازن، أن تلاحظ بين الواجب الاعتقادي والواجب العملي، فتحاول أن تتصل، أن تتوسل إلى الجمع بينهما بطريقة تطبق فيه هذا وهذا، تراعي حفظ هذا لأنه أخطر الاعتقاد، وتأتي بهذا على وجه لا يضر بالاعتقاد. أليس هذا أولى؟ قد يقول قائل وما نعطى لهذا العالم التصرف بهذا الضرب من الفقه؟ أعطى له أنه سيحاسب إذا لم يحافظ على دين الله من ناحية الاعتقاد ومن ناحية العمل يوم القيامة. هذا هو الذي أعطاه هذا الحكم. إذا كان يعلم أن هذا سيفسد عقيد الناس وسيبدل أحكام الله، وأن ما كان سنة سيصير واجبا، وأن ما كان غير متتابع سيصير واجب التتابع، وأن ما ليس بها ما تعتقد في أيدي السنة ستعتقد فيها، وترك ذلك والأمة ضلت بسبب سقوطه وعدم ضبطه للمسار، فلا شك أن هذا هو الذي أعطاه هذا الحق، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ها؟ هو دابا هذا تتبعها، واش تتبع لرمضان ولا تتبعها؟ في نفسها متصلة برمضان متتابعة، متتابعة هي اعتقاد سنية الاتصال مع أن الرب يعطيه وأتباعه.
الاتصال هو السبب ديالو أن هذا الذي كنت يؤدي إلى اعتقاد وجوبها في نصوص أخرى أن مالك هذا الذي قاله مالك وقع وورد في كتب كثيرة أن قوما من هذه البلاد ديال آسيا لا نعم يصلون العيد يصلون العيد ثم يصومون يصلون العيد غير يصلون لا يظهرون الفرح يصلون العيد ثم يصومون ستة أيام من شوال ثم يحتفلون. دقة عجيبة في النظر وكأنهم يحسون بقوة الناس وبضعفهم في أمور الدين. نعم نقل في كتب كثيرة أن الناس في هذه البلدان ما وجد هناك اقرأوا. قال صاحب المدخل رحم الله تعالى مالكا لقد وقع ما خافه جعلوا للفطر منها عيدا سموه عيد الأبرار ولعمري هو أحق بأن يسمى عيد الفجار. نعم أكد اسمه أكد وقع لما كي يجي رمضان كي يكمل رمضان تيجي عيد الفطر تيسلوا فيهم تيسلوا تيسلوا ولكن لن يمكن لهم أن يقيموا الأعياد والأفراح وصلة الرحيم وإظهار إلا بعد صيام ستة أيام من شوال. هذا الاعتقاد الآن الذي عند هؤلاء ألا يفسد هذا الذي أنزله الله تعالى في هذه الشعيرة؟ غريب هذا الحس الفقهي لعند ذلك الفقهاء المتقدمون حس بأن هذا الأمر سيقع فيه فوقع ما كان يخاف منه. وفي كتب كثيرة نقل هذا الأمر والغريب أنه ما زال مستمرا كما قيل. لو أن مثلا مدى الملك والموجود في ذلك البلد وضبط فيها السلوك بهذه القيود ما وقع الناس في هذه البدعة الخبيثة. وقال لك تسميته بعيد الفجار أو لا تسميته بعيد الأبر. نعم هو يقول بأن ذلك الإتباع لا يستوجب الاتصال. الإتباع لا يستوجب الاتصال لأن الإتباع يكون بوقوع الشيء عقب الشيء فأين الاتصال؟ كيف الاتصال؟ شيخنا يكره صيام هذه الست بهذه الشروط للمقتدى به وغيره أم خاصة بالمقتدى؟ هو دابا الظاهر على ما صرح به للمقتدى به فقط. أما من لا يقتدى به فلا إشكال في ذلك هكذا قال. أو ما صرح بأنه أنها لابد أن تكون شروطا خمسة. قلنا أخصد الموضوع يتكلم فيه شي حاجة بس نعرف واش كل شرط منها كافي في المنع ولا دسوقيتا بهذا البحث مستوفا. نعم دسوقيتا بهذا البحث مستوفا في حشيتي أورده. نعم قبل ذلك شيخ إمام مالك رحمه الله استند في هذا إلى عامل أهل المدينة ثم علم. نعم قال في الموطأ لم أرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم. نعم صحيح ورد في الموطأ. نعم على كل فهذا هو رأي المالكية في هذا الفرع ومستنده ما سمعتم وهذا الذي تنبه إليه خوف ظهور البدعة في هذا الموضع لأن فيه الأهلية لذلك قد ظهرت صحته بالواقع والمشاهدة. نعم في أيام ربما الأيام البيض لا يرون شرعيتها مخافة اعتقاد وجوبها يقدر يكون حتى هو مندرج أن إذا كان هذا ممنوع في هذه السياسة تمشي أول فسيكون في الأيام البيض أيضا لأن كل ما منع فإنه يمنع ترسيخه وتشريعه في الناس. على كل حال هذا هو رأي المالكية في هذا الشيء وفي الحقيقة مرجعه إلى هذه القواعد والأصول التي سمعته. نعم ثم قال قوله معتقدا سنة اتصالها أي معتقدا أن الثواب لا يحصل إلا إذا كانت متصلة
واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة. وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدار، الحسنة بعشرة أمثالها. فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة، انتهى. كذا قال بعضهم متابعه شارحنا. وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره، ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب وليس كذلك. وقضيته أيضا أنه لو انتفى إظهارها لم يكره، ولو كان يعتقد سنية اتصالها وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا. فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها فتأمل. هذا هو الوجه الصحيح. إذن فليكن هذا الذي تقع الكراهة عليه ممن اتصف بقيد من هذه القيود التي وقع التنصيص عليها، فليس الاقتداء وحد، فليس المقتدى به وحده هو المخاطب لهذا الفرع كما سبق أن ذكره الشارح والمحشي. الشارح من الذي ذكر بأن لابد من قيود الخمسة؟ المحشي. الشارح والمحشي. الشارح ورده المحشي. ها؟ نعم، أورد الشارح بأنه لابد من القيود الخمسة، والشارح قال والمحشي قال بأنه لا يشترط ذلك، ونقل ذلك عن جماعة ممن فصلوا في المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع.